أهلاً بكم. صدمة تصعق العالم، عنوانها جائحة كورونا. القصة تبدأ تفاصيلها بعد شهادة أدلى بها مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي. حدث ذلك أمام الكونغرس بداية العام الحالي، مصرحاً أن قواعد التباعد الاجتماعي خلال الجائحة والإجراءات الأخرى للوقاية من الفيروس ليس لها أسس علمية. صدمة فاوتشي لم تنتهي هنا، وهو الذي أضاف خلال حديثه أنه لم يكن على علم أو اطلاع بدراسات تدعم التباعد الاجتماعي، بل قال إن مثل هذه الدراسات ستكون من الصعب جداً القيام بها خلال الجائحة. لنستمع إلى تصريحاته المثيرة للجدل. It came from the CDC. Okay, you stated that earlier. What was your relationship with the CDC when you saw a regulation which was not based in the current science? Well, when I say was not based in science, I meant a prospective clinical trial to determine whether 6 foot was better than 3, was better than 10. But once we realized that the virus was not spread by droplets and was aerosolized, right, did you feel an indication to go back to the CDC and said, let's base this on science. Let's get rid of this 6 foot rule. This 6 foot rule crippled businesses. Right. It allowed students to stay at home and not learn. Americans suffered. And that suffering continues because the fracture of trust in American scientists continues to this day. من أكسفورد معنا الدكتور أحمد سلمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد إدوارد جينر، وزميل كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد في إنجلترا. أهلا بك معنا دكتور في هذه النشرة. يعني الإجراءات الاحترازية أتت للضغط على الناس من أجل التطعيم وليس من أجل محاصرة الفيروس، هذا كان تصريح فاوتشي. ماذا نفهم من هذه التصريحات دكتور؟ اهلا، صباح الخير استاذة فاطمة، وتحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. طبعا هو يعني الترجمة الحرفية للكلام ممكن يكون فيها نوع من انواع اللبس على الناس، ولكن بصورة واضحة يعني تم التصريح من دكتور فاوشي ومن كل المتخصصين انه القواعد، او سواء قواعد التباعد الاجتماعي او يعني الاحترازية، هي بنيت بناء على ما تم يعني معرفته من الأمراض السابقة، ولكن لم يكن هناك إمكانية عمل دراسة يعني تقارن كل الاحتمالات في حالة الوباء. كان من الشيء المنطقي جدا وضع قيود تمنع انتشار الأمراض التنفسية بناء على ما تم معرفته، سواء عن طريق الإنفلونزا أو السارس الأول أو سارس كوف 1 أو 2 اللي كان موجود في الماضي. وبالتالي ما قاله تحديدا أنه هذا يعني التوصية جاءت من CDC، وهي أكبر جهة مسؤولة عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجهات طبعا العالمية الموثوقة جدا. وبالتالي صرحت أنه بناء على الاعتقاد اللي كان يعني متوقع في بداية الوباء، أنه ينتقل الفيروس عن طريق الهيفي دروبلتس أو يعني الرذاذ أو اللي هي العطسة اللي فيها مثلا حجم كبير من السوائل، وبالتالي التباعد أكثر من 6 يعني أقدام، ده هذه الانتقال هذه الهيفي دروبلتس لن يكون ممكنا، وبالتالي ده سيقلل من فرصة الانتشار. ولكن تم الاكتشاف لاحقا أنه بالتنفس أو بالإريزول أو اللي هو يعني الرذاذ الخفيف جدا ممكن الفيروس أيضا ينتقل، وبالتالي التباعد الاجتماعي يعني بصورة قاطعة سيقلل من انتقال الفيروس. ولكن يعني هذه الإجراءات اللي متعارف عليها مثل ما ذكرت دكتور، كان هناك أيضا تصريحات سابقة لفاوتشي دكتور، لنستمع عليها ونعلق. The virus will not be able to do anything if you keep physical distance. If you're in a bakery and you're open and therefore you have to be physically closer, wearing a mask is something everyone should do. Both you and you should ask it of your customers to also do that. دكتور أعود إليك لنناقش تصريحات فاوتشي. يعني كما ذكرت أو كما هو ذكر، ليس هناك أسس علمية للاستناد عليها، ولكنها يعني أفضل ما يمكن القيام به إلى أن يفهموا هذا الفيروس ويفهموا طبيعة التعامل معه. تمام، يعني هو الخيارات كلها في بداية الكورونا هي خيارات كلها يعني أحلاها مر، وبالتالي الفيروس جديد. أي نعم هناك يعني عدد من الدراسات على فيروسات مشابهة، ولكنه كان فيروس فيه اختلاف كبير حتى عن أسلافه من السارس والفيروسات الكوفيد، فيروسات مكتشفة من حوالي 60 عام، وأغلبها فيروسات ضعيفة يعني كفيروسات برد موسمية. ولكن كان
أخذ الاحتياطات شيء ضروري، حتى يتم عمل لقاح، حتى يتم عمل أدوية، حتى يتم عمل دراسات علمية وإكلينيكية سواء على البشر أو على الحيوانات حتى، كان الموضوع يعني سريع جداً، وبالتالي كان منطقي جداً أن احنا نقوم بالاعتماد على المعلومات الموجودة بالفعل من أشياء مشابهة، ليست دراسات إكلينيكية محددة يعني ستتطلب على الأقل عدد من الشهور إن لم يكن عدد من السنين على هذا الفيروس تحديداً قبل يعني الإدلاء بتصريحات يعني أكيدة. وبالتالي هذا ما تم قصده عندما يعني تم التصريح بأنه لم تتم على أسس علمية تحديداً لهذا الفيروس تحديداً يمكن القطع بها أنها أفضل تعامل مع هذا الفيروس، ولكن طبعا هناك يعني فيروسات مشابهة، هناك دراسات تمت في الماضي، وبالتالي بناء على كل هذا العلم الموجود تم يعني الاجتهاد والتصريح بمعلومات أقرب إلى الصواب. نعم.